السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها معاناة سكان المناطق الساحلية مع ارتفاع درجات حرارة الصيف. صيف يفتك بملايين المواطنين من سكان المناطق الساحلية، حكومة عاجزة عن مواجهة المشكلة أو حتى التخفيف من معاناتهم. بالمقابل يعيش المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي معاناة مضاعفة نتيجة الانعدام الكلي لخدمة الكهرباء. في درجة حرارة تتراوح بين 40 إلى 50 درجة، يعيش الناس في الحديدة وعدن والمخا وأبين ولحج وصولا إلى مناطق واسعة من حضرموت، يخوضون معركتهم مع الطقس القاتل ببدائل لا تصمد أمام القيض الحار. ثمة مبادرات تحاول التخفيف من معاناة البعض من خلال تبني حملات تهدف لتوفير مكيفات أو مراوح تعمل بالطاقة، وتستهدف الفئات الأشد فقرا أو ذوي الأمراض المزمنة الذين تشكل لهم الكهرباء ضرورة أساسية. كذلك، ما الذي يجعل الحكومة عاجزة عن توفير الكهرباء لمدينة بحجم وأهمية العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن مناطق الساحل التهامي؟ لمناقشة ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الناشط الشبابي أحمد ماهر، ومن أبين حمود مكيش مدير كهرباء محافظة أبين، ومن مدينة الحديدة سيكون معنا الصحفي سامي الأهدل. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا سنذهب الآن لنشاهد قبل أن نبدأ الحلقة هذا الاستطلاع حول معاناة الناس في المناطق الساحلية. حياتهم يعني صعيبة ومتعبة، إن كان نحن بس أصحاب المساكنين تعب عندنا وحمى وانقطاع الكهرباء والوايرات وكل شيء، ما بالك النازحين والساكنين. يعني هنا النازحين في المخيمات ما يلاقوا الماء البارد، ما يلاقوا الترامس، تتأخر عليهم بعض الإغاثات، متعبين يعني تعبانين في الحمى بشكل فظيع. فنسأل يعني كان في جهات معنية مختصة بهذه الأمور توجه لهم يعني دعومات، توجه لهم ثلاجات، توجه لهم ترامس على الأقل، وتعتني من باب الكهرباء الوايرات، نتواصل مع أصحاب الكهرباء يتأخروا بعضهم ما يقوم. في بيوت الآن حاليا داخل فقم من الساعة يمكن 7:30 أمس في الليل إلى الآن وهي الواير مقطوع ما جاءوا يصلحوه. فنشتي منكم تنقلوا صوتنا للجهات المعنية ويهتموا بهذه الأشياء. وأسر كثيرة فقيرة وأسر يعني معدمة ما عندها حتى لا مكيفات ولا عندها أي حاجة، وزيد هذا الحمى والانقطاع الكهرباء بتردي الصحة حقهم، خاصة فيهم أمراض، بعضهم أستمى، بعضهم ضغط، بعضهم سكر. بصراحة احنا نعيش في معاناة بسبب ارتفاع الحرارة ما أدى إلى تفاقم الأوضاع. هنا بالنسبة للأطفال يعانون من حبوب أمراض جلدية، احنا نعيش في داخل هنجر هو من زنج، درجة الحرارة مرة مرتفعة، لا والبديل ما فيش بديل، ما فيش مراوح على بطاريات، ما فيش أي شيء يغطي، حتى ممكن الثلج ما نوصل عليه في درجة الحرارة هذه. نتمنى انه للجهات اي جهه تهتم في وضعنا. الحمام قال حاضر، احنا ولا قدرنا نقلب ولا نرقد ولا من الحمام ذي، بعدين المراوح كل ساعه طفى كل ساعه طفى كل ساعه طفى، ولا قدرنا ننهس ولا قدرنا نقر ولا نهجا. نحن كل ساعه نحن برا، كل ساعه نخرج مشاري من الحمام من الموت من ذي، والله نجلس ذوق ولا نقر ولا نهجا. حالة حالة وجهها الأطفال، ها حالة الحالة كله النبا حما يا أخي، حما ما يتعانى زين، الكهرباء تروح وتجلس بدري كم ترجع لك. إحنا ما فيش عندنا كهرباء، الكهرباء دائما مقطوعة تمام، وإحنا عايشين زي ما تشوف زي ما أنت شايف في مكان يعني فوقنا الحما والشمس وما في عندنا أي حاجة تغطينا تمام، والكهرباء تنقطع وما ما نحصلش اي حاجه، مثلا الاطفال زي ما تقول حبوب وشمات مبهدلين العيال من الحبوب وحنا والنساء تمام. ونطالب من الاخوان اهل الخير او الجهات المسؤوله يعني ان تلفت علينا تنظر علينا تمام بنظره رحمه وشفقه كما احنا نعاني تمام.
إذن مشاهدينا أرحب بضيفي من العاصمة المؤقتة عدن، سينضم إلينا الناشط الشبابي أحمد ماهر، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية. أرحب بك سيد أحمد وأسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك أستاذ شادي وعلى كافة مشاهدين قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك سيد أحمد، يعني كيف هو يعني كيف هي الأجواء اليوم في عدن؟ الأجواء حارة جدا، ومؤسسة الكهرباء للأسف الشديد لم تلبي احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي، وهذه مشكلة ليست من الآن بل لها أكثر من 4 سنوات من بعد تحرير عدن إلى حد الآن. للأسف مشكلة الكهرباء لم نجد لها حلا، هناك فشل كبير من التحالف العربي الذي للأسف لم يسعى إلى تصحيح مؤسسة الكهرباء أو إيجاد الطاقة المناسبة لها. احتياجنا في عدن إلى 600 ميجاوات للكهرباء، ولكن للأسف دعم التحالف لا يتجاوز 50 أو 100 ميجاوات، لهذا لا يلبي الاحتياجات المطلوبة. غير أن كهرباء عدن للأسف هي من أيام بريطانيا إلى حد الآن لم يعيد ترميمها ويعيد إنشائها من جديد، لهذا نجد أنها تحتاج إلى أشياء كثيرة. وأيضا الإدارة الموجودة في عدن إن كانت من حكومة أو إن كانت مؤسسة كهرباء فشلت في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وهي الكهرباء. أصبح المواطن في عدن يتمنى أن يعود يعني إلى المعلومة هذه دقيقة سيد أحمد بمسألة أن هذه الكهرباء منذ يعني أن أسسها الاحتلال البريطاني وحتى الآن لم يحصل فيها أي تحديثات، يعني نتحدث هنا عن أكثر من 50 عام. أنا أولا كصحفي أو كأحد أبناء عدن التقيت بمعالي وزير الكهرباء وأخبرني هو أيضا بهذه المعلومة، وأيضا أخبرني وزير الكهرباء السابق، غير أيضا أخبرني أكثر أعضاء مؤسسة الكهرباء في عدن. وبريطانيا هي الذي أنشأت الميناء وهي الذي أنشأت المطار وهي الذي أنشأت أكثر المديريات والشوارع الحيوية في عدن، هذه معلومة تبقى لك أيضا. طيب يعني ما مدى أو لو تحدثنا سيد أحمد بأن يعني هو بالفعل والواقع بأن الحرب التي شهدتها عدن عندما اجتاحتها الميليشيات يعني دمرت الكثير من البنى التحتية في المدينة، يعني هل نستطيع القول أن هناك عودة تدريجية للكهرباء بين فترة وأخرى بشكل أفضل يعني تلبي رضا الناس، أم أن الناس يعني ليسوا راضين عن الواقع في العاصمة المؤقتة؟ دعنا نكون صريحين جدا، لأن هذه المرحلة لا تحتاج إلى تبرير أو إلى تغطية بعض الأخطاء. التحالف نجح في حضرموت ونجح في المهرة ونجح في حتى في المخا المديرية التي تحررت قبل فترة بسيطة، ولكن لم ينجح في عدن. للأسف التحالف لا يريد تصحيح أكثر المؤسسات الموجودة في عدن. كهرباء عدن لا تحتاج إلى معجزة بل تحتاج إلى 600 ميجاوات طاقة حتى تلبي احتياجات المواطنين. لماذا التحالف لا يدعم بشكل جدي مؤسسة الكهرباء في عدن؟ ولماذا الحكومة لا تطالب بشكل رسمي احتياجاتها الأساسية في كهرباء عدن؟ تساؤلات كثيرة سنتناقش بها بعد قليل سيد أحمد، فقط تكرم بالبقاء معنا وسنرحب بضيفنا سينضم إلينا من الساحل الغربي من محافظة الحديدة تحديدا الصحفي سامي الأهدل. سيد سامي مساء الخير. ألو، أهلا بك سيد سامي مساء الخير. سيد سامي هل تسمعني؟ نعم، ربما الاتصال بالصحفي سامي الأهدل لم أو توجد فيه مشكلة، سيتم معاودة الاتصال مرة أخرى. وأعود لضيفي من عدن الناشط الشبابي السيد أحمد ماهر. سيد أحمد، يعني التحالف هو بالفعل يعني تسبب بالكثير من الإهمال الذي تعانيه الكثير من المحافظات المحررة بعرقلة عمل الحكومة، لكننا كمواطنين يعني نجد المسؤولية بدرجة أساسية لدى الحكومة الشرعية. يعني هل الحكومة الشرعية يعني قائمة بدورها فيما يتعلق بالخدمات بالعاصمة المؤقتة عدن بأكبر جهد؟ يعني الناس تعرف أن هذه الحكومة تقدم ما بوسعها في هذا الجانب، وإنما الظروف والإمكانيات لا تساعدها.
أولا لا نستطيع أن نقول أن الحكومة لا تعمل، لأننا نلاحظ أن الحكومة موجودة في عدن، وهناك نزولات رسمية قام بها وزير الكهرباء حتى في بعد نهاية الأمطار. نعم. ولا نستطيع أن نلغي هذا الجهد، لكن الإمكانيات المتاحة لديهم ممكن لا تساعدهم في العمل بشكل جدي أو تلبية الاحتياجات التي يحتاجها أكثر المؤسسات. نحن في عدن نحتاج إلى أشياء كثيرة. تصور معي أن وقت هطول الأمطار على عدن لم نستطيع حتى شفط مياه المجاري والصرف الصحي من بعض المناطق إلا بعد فترة كبيرة، بعد دعم من رجال الأعمار والهلال الأحمر الإماراتي. نحتاج إلى 10 شفاطات في عدن، أو نقول 20 أو 30 شفاط لمياه الصرف الصحي. نحتاج إلى أشياء كثيرة، نحتاج تصحيح مؤسسة المياه والصرف الصحي، نحتاج لمؤسسة الكهرباء في أكثر المؤسسات في عدن، كلها منهارة، كلها تحتاج إلى دعم حقيقي، كلها تحتاج إلى وجهة أو مشروع جديد لإعادة عمارها من جديد. كل المؤسسات في عدن تحتاج إلى رأس مال يساعد على النهوض، لأنها كلها تحتاج إلى دعم، والحكومة ليس لديها الإمكانيات المتاحة الكبيرة التي تساعدها على العمل بهذا الشكل، لكن تعمل بحسب الإمكانيات المتاحة لديها. عندما نجد رئيس الوزراء ينزل إلى الشارع ويلتقي بالمواطنين، وحتى في وقت نزول الأمطار ينزل شخصيا، فهذا بادرة طيبة، ولكن حسب الإمكانيات المتاحة لديه. رأينا رئيس الوزراء يدعم مشاريع كثيرة للشباب، وحتى نزل في إفطار شبابي قبل فترة، وهذا شيء طيب، لكن لا نقول أن الحكومة لديها أيضا تقصير ببعض الجوانب، وهو مصارحة الشعب بماذا يحدث. لماذا حضرموت لديها كهرباء وماء وباقي الخدمات، وعدن وهي العاصمة المؤقتة ليس لديها أي شيء؟ لماذا التحالف نجح في المهرة وباقي المحافظات، حتى في سقطرة نجح وفي عدن لم ينجح؟ لماذا مديرية المخا اللي هي مديرية صغيرة استطاع التحالف أن يدعمها بالكهرباء وباقي الخدمات، والعاصمة المؤقتة لا؟ لماذا العاصمة المؤقتة تعيش على تهميش من كافة الجوانب، حتى البترول لدينا أزمة في عدن. عدن لا هي سيد أحمد، الأزمة تتفاوت بين منطقة وأخرى، لكن ربما مع الدعم الذي تذكره للتحالف لا توجد منطقة نموذجية يعني تستطيع تقول أنها اكتفت بالشكل الكامل في مسألة الكهرباء والكثير من الخدمات. ولكن سأعود لنكمل النقاش بالكثير من النقاط، ونذهب الآن لضيفنا من الحديدة. نتمنى أن يكون جاهز معنا السيد سامي الأهدل، الصحفي من محافظة الحديدة. سيد سامي أهلا بك. نعم أهلا وسهلا بك، تحية لك ولجميع المشاهدين. أسعد الله مساك بكل خير. ونتحدث اليوم سيد سامي عن معاناة الناس تحديدا في المناطق الساحلية مع ارتفاع درجات حرارة الصيف من انقطاع الكهرباء. أولا يعني كيف هو الوضع اليوم في الحديدة وكيف هي الأجواء؟ نعم بكل تأكيد الحديدة يعاني سكانها بشكل عام ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت أو تتجاوز هذه الأيام درجة 40 درجة مئوية. أيضا في ظل انقطاع خدمة الكهرباء التي غابت عن المدينة منذ العام 2015 تحديدا مع سيطرة الحوثيين على المدينة. مشكلة الحديدة اليوم مع الكهرباء لديها الكثير أو تنتج الكثير من المشكلات، أهمها وأبرزها هي الأوبئة التي تنتشر بشكل كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومع كل موسم من مواسم الصيف تتعالى أصوات الناس وسكان الحديدة في محاولة أو دعوة ومناشدة لإنقاذهم من ارتفاع درجات الحرارة في ظل غياب الكهرباء. تنتشر أوبئة حمى الضنك والكوليرا، أيضا يعاني الناس الكثير من المشكلات الصحية بسبب انتشار البعوض نتيجة غياب الكهرباء. الحديدة تعاني كثيرا من موضوع غياب الكهرباء منذ سنوات في الحقيقة. نعم، بالنسبة للمناطق التي يعني أو المراكز التي يعني تجد بعض الناس أكثر حاجة إلى تواجد الكهرباء فيها كالمستشفيات على وجه التحديد، كيف هو الوضع في محافظة الحديدة؟ يعني هناك مركز كبير لمن يعانون من الفشل الكلوي والكثير من الأمراض المزمنة، لا شك أن هذه المراكز تحتاج إلى كهرباء مستمرة بشكل دائم، كيف هو الوضع؟
نعم، الوضع مأساوي كثيرا في بعض المستشفيات الحكومية تحديدا. غياب الكهرباء عن المستشفيات الحكومية، تخيل أن تدخل المستشفى في غرف النوم أو الرقود تجد الكهرباء منطفئة في ظل درجات الحرارة، المريض لا يعلم هل هو جاء إلى المستشفى ليتعافى أم ليزداد وباء ويزداد مرض. بالنسبة للمستشفيات الخاصة تمكنت من توفير أو من الاعتماد على نفسها في توفير مولدات كهربائية خاصة. أيضا الخطوط الساخنة التي باتت جماعة الحوثي تتاجر بها، الكثير من المستشفيات والفنادق باتت تعتمد على هذه الخطوط الساخنة التي تقدمها. إذن هي فكرة أو قصة الخطوط الساخنة، هذه سنناقش أو سنوسع النقاش فيها قليلا، لكن بعد أن نعود إليك بعد قليل، تكرم بالبقاء معنا. وأعود لضيفي من عدن الناشط الشبابي السيد أحمد ماهر. يعني سيد أحمد، أين موارد عدن طالما الكهرباء خدمة منقطعة ولا يتوفر ما يكفي لتغطية احتياجات المواطنين؟ أولا، هناك عدة مشاكل متعلقة بالكهرباء، فهناك ثلاثة هم المتسببين في هذه. فشل التحالف أولا مثل ما قلت سابقا، وضعف إدارة الحكومة، وأيضا المواطن هو أحد أسباب فشل الكهرباء في عدن بسبب الربط العشوائي الذي ازداد بعد 2015، لأنه أصبح المواطن يربط عشوائي من المولدات الكهربائية وليس هناك أي جهة تستطيع أن تحاسبه، حتى ممكن أن يربط أمام عمال الكهرباء ولا حد يستطيع أن يقوله شيء. قبل 2013 كان هناك قانون يمنع أي مواطن من ربط العشوائي ويستطيع أن يسجن المواطن الذي ربط عشوائي ويدفع غرامة مالية، لكن الآن لا يوجد أي قانون ردع لأي مخالفة، فيظل المواطن يتحمل جزء من هذا. ثانيا، إرادة عدن موجودة ويصرف منها، ولكن تتجه إلى جهات أو إلى مشاريع غير ملموسة على أرض الواقع، وهذا تحتاج إلى تحقيق من الحكومة على إرادة عدن أين تذهب. إرادة عدن أيضا تغطي بعض المحافظات المحررة، وهذا حسب تصريح سابق لرئيس الوزراء رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، عندما التقيت فيه أخبرنا أن عدن تساهم في دعم بعض المحافظات المحررة، بعض المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي، أو تدعم الحكومة بشكل أساسي في تحركاتها وتستخدم من ميزانيتها. لكن سيد أحمد، هل يمكن القول أن مسألة الانقسام الحاصل في العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا التوتر الذي يحدث ما بين فترة وأخرى، هل يمكن القول بأنه أيضا سبب في ما تعانيه المحافظة من تردي الخدمات، منها خدمة الكهرباء؟ الصراع السياسي الذي موجود في عدن، التحالف كان هو الدعم الأساسي له، فمثل ما التحالف دعم الشرعية هو أيضا دعم المجلس الانتقالي وباقي الأطراف السياسية. هذا نقولها بصراحة ولا نخفيها على أحد، قلناها دائما ونعيدها، وقالها أكثر الجهات الرسمية في الرئاسة والحكومة، نسعى إلى تصحيح العلاقة بيننا وبين دول التحالف العربي. هل التحالف العربي جاء من أجل دعم الشرعية وإعادة اليمن مثل ما كان، أو جاء من أجل انقسام اليمن؟ في عدن الوضع لا يخفى على أحد، هناك صراع سياسي حقيقي، ولكن ليس بين المجلس الانتقالي أو بين الشرعية، بل بين الإمارات والشرعية. ولكن نرجو من لقاء دولة رئيس الوزراء في الإمارات مع الأخوة الإماراتيين أن يكون هناك تصحيح للعلاقة، وهناك أشياء جديدة سوف نلمسها كمواطنين. نحن نعاني كثيرا في عدن، نعاني من عدة أشياء، من عدة أزمات. المحزن جدا أن مارب دبت البترول فيها ب 3500، وفي عدن الذي هي عاصمة مؤقتة ب 7500. من المحزن أن مأرب وباقي المحافظات وحضرموت والمهرة يوجد فيها كهرباء، وعدن لا يوجد فيها كهرباء. من المحزن أن العاصمة المؤقتة ليس فيها ماء في بعض المديريات. من المحزن أن في العاصمة المؤقتة عدن لم تستطيع حتى ترميم الشوارع. من المحزن أن هنا إن قليلا من الأمطار يستطيع أن يجعل عدن العاصمة المؤقتة منكوبة. من المحزن أننا نشتكي من عدة أشياء في الخدمات وفي أزمات كثيرة في عدن، لا نستطيع أن نجد إجابة محددة، لأن التحالف هو المسيطر الأساسي على العاصمة المؤقتة عدن، التحالف هو المسؤول ولا يخفى. وأيضا إذا تستطيع أن تراجع بعض التصريحات السابقة لوزير الداخلية
أحمد بن أحمد الميسري أو بعض الوزراء الذين انتقدوا دور التحالف وسعوا إلى تصحيح علاقة التحالف بالشرعية، وهذا الذي نطالب فيه دائما حتى نعلم لماذا التحالف يعمل هذا في عدن، لماذا التحالف لا يريد تصحيح الوضع في عدن، لماذا التحالف نجح وأعيدها وأكررها، لماذا التحالف نجح في حضرموت والمهرة وبعض المحافظات ولم ينجح في عدن. الصراع السياسي هو يغذيه التحالف، لأن التحالف هو الذي دعم المجلس الانتقالي، ولهذا هو المسؤول عن أي تحركات أو أي أعمال يقوم بها المجلس الانتقالي. فحتى في يناير هو الذي أوقف المجلس الانتقالي أمام بوابة معاشيق، ولكن هو أيضا مدعمه بالسلاح، فالأمر كله بيد التحالف. إذا أراد التحالف إيقاف الصراع وضحت السياسي فكرتك في عدن يستطيع. أحمد ابقى معي، أذهب لي ضيفي من الحديدة صحفي سامي الأهدل. سيد سامي، كنا قد بدأنا بالحديث فيما يتعلق بالخط الساخن، يعني كي يعلم المشاهدين وهم الكثير يعلمون بأن فكرة الخط الساخن هي في كل الدول، هذا خط يؤمن الكهرباء للمراكز ذات الأهمية الحساسة كالمستشفيات على وجه التحديد. في محافظة الحديدة يعني توجد قصص كثيرة حول مسألة الخط الساخن، يقال بأنه تستخدمه الميليشيا فقط لبيت أو لبيوت المتنفذين التابعين لها والمشرفين، وأيضا يباع بأسعار مرتفعة جدا للمواطنين. يعني ما هي التفاصيل لديك حول هذا الأمر سيد سامي كونك صحفي من أبناء المحافظة؟ نعم، دعني أبدأ من حيث جذر المشكلة في الحديدة بالنسبة للكهرباء. الحديدة كهرباء الحديدة هي تعتمد على محطة رأس كثيب، هي المحطة الوحيدة المهمة في المنطقة في الإقليم تحديدا، وكانت تغذي الحديدة وصنعاء أيضا. محطة رأس كثيب بعد انقلاب الحوثيين تعرضت لعملية تجريف وتدمير مثلها مثل أي مؤسسة حكومية كشركة النفط وغيرها من المؤسسات الخدمية في اليمن. ما حدث لمحطة رأس كثيب أنها تعرضت للإهمال، توقفت رواتب الموظفين وغادروا تركوا أعمالهم، أيضا توقفت الجماعة عن استيراد مادة المازوت من أجل توفير خدمة الكهرباء. اعتمد الناس والسكان بشكل كبير على الألواح الشمسية والطاقة الشمسية، لكنها هذه الألواح الشمسية والطاقة الشمسية لم تغطي أو لم تملأ المكان الذي تركته الكهرباء. الطاقة الشمسية لا توفر تشغيل المكيفات التي هي شيء أساسي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الحديدة. الخط الساخن فعلا كما قلت أنت هو أساسا يجب أن يكون لتأمين المؤسسات الطبية والمؤسسات المهمة التي تعتمد على الكهرباء، لكن في الحديدة توقفت خدمة الكهرباء بشكل كامل ولم يبق سوى الخط الساخن الذي أصبح مصدر دخل وتجارة للسلطة القائمة في الحديدة، وهي سلطات جماعة الحوثي أصبحت تتربح وتتاجر بهذه الخطوط الخط الساخن. حاليا بحسب ما بلغني من أحد المهندسين الذين يعملون في المؤسسة، ما تنتجه المؤسسة فقط 8 ميجاوات توزع على المستشفيات الخاصة والفنادق والمؤسسات ومنازل الشخصيات والقيادات الكبيرة في الجماعة. الجماعة الإيرادات التي تأتي من هذا من الخط الساخن لا تذهب لشراء مادة المازوت ولا لعمليات صيانة المحطة من أجل تشغيلها لجميع السكان. يتم تقاسمها في الحقيقة بعد أن بلغت، على الرغم من أن بلغت قيمة الكيلو الواحد إلى 270 ريال، بعد أن كان قيمة الكيلو الكهرباء قبل الانقلاب 7 ريال فقط. في هذه اليومين الماضية أعلن الحوثيون تخفيض، ما أتموه تخفيض هذه الخدمة، خدمة الخط الساخن، لتصبح بقيمة 100 ريال مع أنها كانت 7 ريال قبل الانقلاب. يعني أن المواطن لن يستطيع في الحقيقة من دفع هذه القيمة المرتفعة والباهظة 100 ريال للكيلو الواحد. بشكل عام أصبحت الحديدة تستطيع، لكن هل ما زال هناك التزام بمسألة المستشفيات من تقديم الخدمة بالخط الساخن من قبل الميليشيات؟ نعم، حتى الخطوط الساخنة هي تتعرض للانقطاع أيضا بين فترة وأخرى، ليست كما يتخيل أو كما يحسب الناس خارج الحديدة.
حتى الخطوط الساخنة تنقطع، لكن توفيرها كما قلت لك هو للمستشفيات الخاصة وبعض المستشفيات الحكومية، لكن بشكل عام هذه الخدمة الآن هي تخضع لدعم من بعض المنظمات الإنسانية التي توفر هذه توفر مادة المازوت وتوفر أيضا تتابع جماعة الحوثي في مسألة تشغيل الكهرباء لبعض المستشفيات. نعم. لكنها بشكل عام تبقى الخدمة رديئة جدا، مصدر للدخل والربا والتجارة. أيضا المؤسسة تعرضت لعمليات نهب الأسلاك والخطوط الكهربائية، وتعرضت لعملية نهب المولدات، بعض المولدات التي هي عبارة عن تحويلات في بعض الأحياء. نعم. والمديريات تم نهبها وتم بيعها لتجار يتبعون الجماعة، وأصبحوا الآن يبيعون خدمة الكهرباء بمبلغ أيضا 270 ريال للسكان. نعم. الكثير من المشاريع من هذا النوع في الحديدة انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة خلال وضحت الفكرة الماضي. وضحت الفكرة سيد سامي، تكرم بالبقاء معنا، و أرحب بضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن، سيكون معنا مدير أو عفوا من أبين سيكون معنا مدير عام الكهرباء بالمحافظة بمحافظة أبين السيد محمود مكيش. سيد محمود مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد محمود. يعني كيف يعني هو الوضع، وضع الأجواء في عدن مع حلول هذا الصيف، عفوا في أبين؟ شكرا لقناة القيس ولضيفيك الكريمين. وأنا كان عندي فكرة أنه لو تم استضافة أحد قادة وزارة الكهرباء أو مدير عام المؤسسة للكهرباء لكي يعطوكم صورة أوضح عن مشكلة الكهرباء. نعم. لأنني أنا لاحظ الآن من خلال النقاش تطرح مشاكل كبيرة ومشاكل متعلقة ب وضع المؤسسات، يعني استحسن استضافة واحد من قيادات المؤسسات لأعطاكم الضوء أكبر في ما يتعلق بمشاكل المؤسسة العامة للكهرباء بشكل عام. طبعا فيما يتعلق بمؤسسة كهرباء أبين هي حالها حال بقية المحافظات، وخاصة في فصل الصيف ترتفع الأحمال بشكل جنوني وتؤثر فعلا على خدمتنا بشكل كبير. يعني نحن الان نعم، لكن هنا سيد محمود، هل الكهرباء تصل الى جميع المناطق في أبين ولو بساعات؟ وما هي متوسط الساعات التي يعني مكتب الكهرباء يقدمه للناس في عموم مناطق محافظة أبين؟ طبعا انا الان اكلمك محافظه ابين، عندي هنا خنصر وزيجبار ومعي احور ورصد. وضع احور صعب جدا، طبعا نفس محمتوليد محمولد واحد يغطيهم تقريبا بمعدل كل يومين يقضوا حاره معينه في زيجبار وزعار. طبعا عندنا محمتوليد طوامها 20 ميجا ما فيها طاقة مسترة 16 و4 توليد محلي. نقضي بعض الأحيان عندما يكون الوقت أيضا نسحب من خط عدن أبين، لأن احنا مربوطة بالشرطة الوطنية. نعم. فعندما يكون وضع عدن متحس أنه ما فيش مشاكل نصل إلى درجة 4 ساعات 3 ساعات 9 ساعات. وفي مجمل الوقت مع اشتداد أزمة الصيف خاصة بعد عيد الفطر المبارك، فعلا ارتفعت درجة الحرارة بشكل جنوني وقضينا تقريبا بنظام ساعتين ساعتين هكذا، وفي أيام محددة كذا نقصت هذه الخدمة. وأنا اعتذرت لأهالينا في محافظة أبين وقلنا لهم قدروا الوضع، الوضع صعب جدا، عدن تعاني ولاحق تعاني والضالع وبقية المحافظات، ولكن الأمر هذا إن شاء الله أنه. لكن سيد محمود، هل توجد مناطق في أبين لم تصلها الكهرباء إطلاقا؟ مناطق في أبين يعني بالنسبة لعاصمة المحافظة زنجبار وحاضرتها الثانية دعار خنفر تقريبا تكاد تكون نسبة
التغذية فيها تصل إلى 80%. يعني ما فيش هناك في قرى بالسلطات الغنائية. نحن عازمين على التوصيل لها التيار الكهربائي. نعم. بالنسبة لأغلب المناطق الموجودة في خمطر وفي سنجبار التيار الكهربائي تقريبا واصل للكل. لودر ومودية يعني ايش او كيف هو الوضع هناك؟ الوضع يعني هو كان قبل يومين فعلا في اختناق ارتفاع درجة الحرارة في اختناق وكان اختناق على مستوى عدن وأبين ولحج. نعم. اليوم ان شاء الله الامور تحسنت بعض الشيء. الان نقضي النظام ساعتين بساعتين والناس طبعا قدرت هذا الظرف وان شاء الله نامل تحسن. نامل ذلك، ولكن نتساءل هنا ما مستوى الدعم الحكومي لكهرباء أبيان؟ الدعم الحكومي كبير. انتم لو نظرتم الى موضوع الديزل بس شوفوا كم كلفة الديزل. انا عندي محطة ب 20 ميجا تحتاج، يعني محطة ب 20 ميجا كطاقة مشترى وتوليد حكومي تحتاج في اليوم الى 150 الف لتر في ال 24 ساعة. كلفتها هذه قرابة 22 مليون اذا ما قصناها بسعر اللتر ب 150، لكن نعم. الان اللتر غدا في السوق ب 300. طبعا دعم الحكومه كبير في موضوع الكهرباء، احنا لا ننكر هذا الامر. وايضا موضوع الكهرباء موضوع سيادي متعلق بالدوله نفسها، يعني حتى وزاره الكهرباء او مثلا المحافظه ما عندهم الثانيه انهم يوفروا طاقه كهربائيه. الكهرباء تاتي ضمن استراتيجيه كاملة من قبل الدولة في خططها الاستثمارية والخطط الخمسية. نعم، لكن هل نفهم أن المشكلة تتمثل فقط بالبنزين يعني والمولدات المتواجدة في أبين هي كافية لتغطية جميع المناطق؟ لا طبعا، المحطة اللي معنا هي محطة يعني ما بتغطينا حتى بنظام 50، لكن احنا مربوطين بخط النقل من الحسوة إلى عدن إلى أبين. هذا الخط زمان يعني قبل انفجار الحروب هذه كنا نتقل هذا الخط عدن ب 25 ب 30 ميجا، يعني ما كانت عندنا كانت محطة توليد غريب 3 ميجا. نعم. كانت تجيب عبر منظومة عدن، ونحن نعتبر أيضا اعتبرنا أن خط النقل هذا هو المتجه الأساسي اللي محافظة أبين لمديريتي خنطر وزنجبار. نعم. لكن بعد الحرب وما حصل ما حصل وبدأ وضع عدن طبعا يستغل موضوع الكهرباء، لأن حتى يعني كانت عدن معتمدة في الضخ على مارب هنا. فهذه الإشكاليات طبعا لها سوابقها ولها تداعياتها. نعم. ويجب أن ننظر للمسألة بمنظار اقتصادي بحث ومنظار علمي ومنظار عملي ونبعد جانب السياسة في الموضوع. نعم. إذا أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح السيد محمود مكيش مدير عام الكهرباء بمحافظة أبين، وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الشكر، كنت معنا من أبين. وأعود لضيفي من العاصمة المؤقتة عدن السيد أحمد ماهر ناشط شبابي. سيد أحمد، ما حدث مؤخرا من منخفض جوي في العاصمة المؤقتة عدن، هل ألحق أضرار كبيرة في الكهرباء وشبكة الكهرباء بالمحافظة؟ منظومة الكهرباء في عدن أي شيء ممكن أن يخرجها عن الخدمة. أخبار تقول أن فأر أخرج منظومة الكهرباء، وأخبار تقول أن سيخ حديد أخرج منظومة الكهرباء، وأخبار أن غراب، فلذا لا نستغرب ان قليلا من الامطار يخرج منظومه يعني الكهرباء. اذا كان غراب يخرج الخدمه عن الكهرباء بعد فتره بسيطه، فلا نستغرب ان اذا خرجت منظومه الكهرباء او اذا تضررت، ولكن عادت منظومه الكهرباء بفتره بسيطه. والتمسنا ايضا نزول وزير الكهرباء المباشر الى منظومه الكهرباء ومتابعته بشكل دائم، هو ايضا مهندس. ولكن الجو حار جدا في عدن،
والانطفاء زادت بشكل كبير جدا، أصبحت إلى وصلت إلى 5 أو 4 ساعات يومية وساعة لاصية، وهذا شيء يؤثر على عدن وأبنائها، وخاصة نحن في أيام امتحانات وزارية وامتحانات جامعية، وأيضا يؤثر على المواطنين بشكل عام. يعني الجو حار جدا والوضع لا يطاق الوضع في عدن، الحرارة الزائدة والكهرباء الذي تنطفئ بشكل دائم، هذا لا يرضي أحد، وهذه ليست عاصمة مؤقتة. العاصمة المؤقتة لابد أن تتوفر فيها كافة الخدمات وكافة تثبت الدولة وجودها في عدن، لكن للأسف لم تثبت الدولة لا وجودها العسكري ولا وجودها الخدمي في عدن إلى حد الآن. هناك تقصير كبير. سيد ماهر، يعني متوسط الساعات التي تتواجد فيها الكهرباء في العاصمة المؤقتة خلال اليوم لا تتجاوز 10 ساعات يوميا. 10 ساعات تتواجد الكهرباء وإذا هناك 14 ساعة وتغيب. وايضا اذا هناك عطل في منطقه محدده او مديريه او حاره، ولا نجد فرقه الطوارئ تنزل الى هذا المكان، وللاسف يضطر المواطنين الى ايجاد حل بديل، اما ايجاد مهندس كهربائي او صبري او يظل يوم او يومين بدون كهرباء. يعني هناك ايضا تقصير كبير من مؤسسة الكهرباء في عدن، وخاصه من قسم الطوارئ الذي لا يتابع بعض الحالات. نعم، بالنسبة لبدائل الناس، هل هناك بدائل يلجؤون إليها للتعويض يعني الطاقة الكهربائية التي لا تصلهم من خلال المحطات الحكومية، بحيث يعني يواجهون أزمة الصيف وارتفاع درجات الحرارة؟ المواطنين فقدوا ثقتهم في وزارة الكهرباء، في مؤسسة الكهرباء، فلا تجد مواطن في عدن إذا سألته عن الكهرباء إلا يقول كلام لا يليق عن المؤسسة أو عمالها. فاضطر المواطنين في عدن أو لا يخلو بيت في عدن من ماطور كهربائي أو من طاقة شمسية يعوض بدالها فقدان التيار الكهربائي عن منزله، وهذا أمر لا يليق في محافظة أو موقتة أو عاصمة موقتة لليمن. ولا يليق أن ابقى معي سيد أحمد ماهر، أذهب لضيفي من الحديدة الصحفي سامي الأهدل. سيد سامي، بالنسبة لأزمة الكهرباء هي موجودة في مناطق سيطرة الحوثيين وأيضا المناطق المحررة التي حررت منذ أكثر من عام، يعني لو تحدثنا كلا المنطقتين هي تشهد أزمة، ولكن هل تتفاوت أزمة الكهرباء عن في مناطق سيطرة الحوثيين عن مناطق الشرعية أو العكس، أم أنه الوضع لا يختلف بكلا المنطقتين؟ نعم، بكل تأكيد أزمة الكهرباء هي موجودة في مناطق سيطرة الطرفين، في مناطق الحكومة وفي مناطق الحوثيين، لكن فعلا المناطق سيطرة الحكومة أخف الأزمة، هناك أخف تتوفر الكهرباء لساعات، بينما في مناطق سيطرة الحوثيين لا تتوفر بشكل تام. لكن ما هو أهم من ذلك؟ أن المشكلة معروفة للجميع وتعرفها الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية. عبر هذه القناة نوجه دعوة لمنظمات المجتمع الدولي، أيضا لصندوق الأمم المتحدة الذي قبل أيام أعلن عن مشروع لتطوير ميناء الحديدة. مثل هذه المشاريع يجب أيضا أن توجه لخدمة الكهرباء وتوفيرها لسكان مدينة الحديدة. الأمم المتحدة إذا تمكنت من وضع حل إيجابي وتقديم هذه الخدمة للناس في الحديدة، ستغير الصورة السوداء والصورة التي احترقت لدى سكان الحديدة ونظرتهم للأمم المتحدة. الأمر بسيط جدا، تنفق ملايين الدولارات على مسألة الأدوية وعمليات التوعية والتثقيف بأوبئة حمى الضنك والكوليرا وغيرها، بينما تستطيع الأمم المتحدة من حل هذه المشكلة بشكل جذري بتوفير فريق فني يعمل على صيانة المحطة. محطة رأس كثيب لا تحتاج إلى الكثير، تحتاج إلى القليل من الصيانة. أيضا توفير مادة المازوت، إذا تكفلت الأمم المتحدة بتوفير هذه المادة وصيانة خطوط الكهرباء ومحطة رأس كثيب، ستصل الكهرباء إلى كل بيت في الحديدة
تتضاءل بشكل كبير الأوبئة التي تنتشر حاليا بين السكان. الكثير من الأعمال ستفتح على خدمة الكهرباء. نحن نعلم أن الكثير من المنشآت الصغيرة كانت تعمل على خدمة الكهرباء وتوقفت. ستحدث حركة وستعود الكثير من الحياة لمدينة الحديدة التي هي الآن في حالة شبه موت أو شلل نصفي. بكل تأكيد اليمن بشكل عام والحديدة بشكل خاص تحتاج إلى مشاريع ثابتة، مشاريع فعلا يلمس سكان خدمتها أو يصل تصل هذه المساعدات إلى كل السكان. هذه دعوة للأمم المتحدة ولكل المنظمات الإنسانية، نتمنى أن تنظر إليها بعين الاعتبار. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي سامي الأهدل، كنت معنا من محافظة الحديدة. وأعود لضيفي من العاصمة المؤقتة عدن سيد أحمد. سيد أحمد، يعني نسمع بين لحظة وأخرى وأيضا يعني كثير من الأخبار تصلنا بأن الحكومة وقعت اتفاقية مع شركات محددة فيما يتعلق بكهرباء العاصمة المؤقتة وأيضا العديد من المحافظات. نسمع أيضا عن اتفاقيات ما بين الحكومة الشرعية وحكومة أبوظبي في مسألة كهرباء العاصمة المؤقتة عدن، ولكن يعني لم نجد أي شيء ملموس على الواقع. يعني ما مصير هذه الاتفاقات؟ كمواطنين أو كناشطين في عدن نقول أن هذه المشاريع لم تجد النور ولم تتجه في الاتجاه الصحيح ولم تخدم المواطنين بشكل أساسي. ربما أعلنت أيضا عن ميزانيات وأيضا عن حجم الطاقة المشترى والكثير من الأخبار يعني، لكن ما نشاهده بالواقع وما يصلنا عبر النشطاء وأيضا الناس أن الناس تعاني في العاصمة المؤقتة عدن ومعاناة كبيرة مع حلول هذا الصيف. المعاناة مستمرة وإلى حد الآن، ومعاناة شديدة جدا على أبناء عدن، والتحالف يعلم ذلك جيدا، ولكن لا نجد حلول جذرية، كلها حلول مؤقتة جدا. التحالف يدعم ب 50 ميجاوات أو 100 ميجاوات أو 100 ميجاوات. نعم، هل تصل هذا؟ هل يصل هذا الدعم؟ تحتاج إلى 600 ميجاوات. هل يصل؟ هذا ممكن يفيدك في أحد أصحاب الكهرباء، لكن أنا كمواطن أقول أنه لم يصل ولم نلتمس أي شيء إلى حد الآن. بمعنى يعني ما صرح أنه وصل 50 أو 100 أو 20، يعني أنت كمواطن لا تجد شيء متغير على الواقع. لا يفي بالغرض، هذه الكميات لا تفي بالغرض ولا تفي باحتياجات كهرباء عدن. فقلت لك هذا من مصدر مسؤول من وزير الكهرباء، وقريت معه حوار صحفي قبل شهرين. نعم. وقال لي نحتاج في عدن 600 ميجاوات والتحالف يقدم لنا 50 أو 100 ميجاوات، فلماذا التحالف لا يقدم الكمية المطلوبة التي نحتاجها في عدن؟ وأيضا حتى المنحة الوقودية الذي أشار التحالف أنه سوف يعطيها لكهرباء عدن تم إيقافها قبل فترة، وهذا الشيء لابد أن يكون له حوارا مطولا يشرح لماذا أوقف التحالف دعم المشتقات النفطية لمؤسسة الكهرباء. وأيضا لا نستطيع أن ولا أيضا هناك فساد ينخر في مؤسسة الكهرباء، ولابد أن يكون هناك تحقيق مع كافة مدراء العموم والدوائر في مؤسسة الكهرباء، أين يذهب المشتقات النفطية ولماذا لا يعملوا بالشكل المطلوب، ولماذا لا يكون هناك تصليحات في كافة أجزاء مؤسسة الكهرباء. المواطن أيضا يتحمل الكثير في عدن ويصمت عن كثير من أشياء وتجاوزات، وهو يريد خدمات في الأخير، والحكومة أيضا لابد لها أن يكون لها موقف جادا وصريحا من ما يحدث في عدن. وضحت من الصورة. مشاكل وأزمات متكررة ولم نجد لها حلا إلى حد الآن. كان الله في عونكم سيد أحمد ماهر ناشط شبابي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المؤقتة عدن. ومشاهدينا أيضا، معاناة الكهرباء لا تقتصر فقط على المحافظات الساحلية، هناك معاناة كبيرة في العديد من المحافظات منها تعز وإب وغيرها من المحافظات، مناطق ريفية منذ أن بدأت الأزمة وما قبلها توجد شبكات الكهرباء، ولكن الكهرباء لا يعرف لها طريق وقد نسوها من سنين عديدة. إذن أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.